ونستفتح في هذه الليلة بسورة الأعراف. وسورة الأعراف سورة مكية، وقد نقل بعض أهل الإجماع على ذلك، وبعضهم استثنى بعض الآيات منها 8 آيات أو 5 آيات، ولكن في الجملة هي سورة مكية. وجاء عن مروان بن الحكم أنه قال له زيد بن ثابت، وكان مروان أميرا على المدينة، فأنكر عليه زيد بن ثابت بقوله: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. وهذا أخرجه البخاري. وعند النسائي أن مروان سأله: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. يعني قرأ النبي سورة الأعراف في صلاة المغرب مرة صلوات ربي وسلامه عليه. والثانية السورة الطويلة الثانية التي مع الأعراف هي المائدة. المائدة والأعراف هما طول الطوليين. وهذه السورة سورة الأعراف جاءت بعد سورة الأنعام، وهي أيضا مكية، لتكملها. وذلك أن سورة الأنعام كما مر بنا سماها بعض أهل العلم سورة التوحيد وسورة الدعوة، وذلك أنه ذكر فيها أصول التوحيد وأنواع الشرك وردع المشركين وإثبات توحيد الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور. سورة الأعراف مكملة لسورة الأنعام، حيث إنها ذكرت أحوال الموحدين والمشركين، فذكرت بعض قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وبينت حال الموحدين وحال المشركين، وخاتمة الموحدين وخاتمة المشركين. وأكثر من طال الكلام عليه في هذه السورة هو موسى عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذه السورة المباركة وهي سورة الأعراف من سور القرآن الكريم، وهي سورة طويلة وهي سورة عظيمة، وهي من 7 الطوال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.